انا من ساكن وفي القلب سكناكن، انا من ساكن وفي القلب سكناكن، وانا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن، وانا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن، انا من ساكن وفي القلب سكناكن، وانا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن، انا لولاكن لولاكن ما كنت سلومي لولاكن. يا الله يا حب الاول والاخير انت، ها 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 نعم، مسك وعنبر وياسمين وريحان وعود، يا الله يا الله يا الله يا وسعيدة وسعيدة. يلا الله يحكم، ديروا بالكم على الاولاد، هتخليهم يصيروا وايد في الحاره. انا ما اتاخر عليكم بس 10 سنوات بس، واذا تاخرت وطرشكم رساله مع الحمام الزاجل اللي بيكون. ايه وديروا بالكم على الاولاد، ايه هيصيروا في الحاره واجد، هيضربوهم بعين ترى الحساد واجدين، ايه الحلوين ديروا بالكم عليهم. السلام عليكم الاخ. عليكم السلام. لو سمحت ابغى اخذ صلاه الانديك، مستعجل شوي. هلا اخي ايش رايك؟ كيف تاخذ رايك؟ سياره حالك ولا حالك؟ علامك الله يديك. انا تاركب معاه الحين. شو 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 اسمع ايه؟ كان تبغى تشتغل وديني انجيش، بعدين تقوم تطيح وعاد، ماشي شغل؟ ماشي شغل. يا اخي هدي نفسك بالاول. انا مهدي نفسي. تفاهم معه. الحين الاخ لازم تدفع انجيك اذا تبغى انا اوصلك. سمعت؟ ما ادفع. ما تدفع؟ لا اجي بنزل، انا مستعد ادفع عنكيك. ما انزل. انت 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 انسان ما تفهم انت. انا ما اتفاهم ولا تجي على تصرخ. انا ما اصرخ، انا كلامي كلام هذا عادي. انا انسان غريب ولما تبون غريب يكلمونه. بس اسكت اسكت بس. تعال اسكت علي. اسكت. زين يا جماعه انا عندي الحل. ركب انت وان شاء الله بوصل كل واحد وقته. انا ما ادري هذه الاشكال من هنا. كيف؟ كلمني انا؟ لا من كلمك انت. هات كلمك كلمني انا. وانت مالك واقف؟ اقول لك وصلني المستشفى النهارده يلا. بس يا ولدي بس عرفت السالفة. انت يا ولدي يا سعيد جاي تتسلل غوازي من عند عمك مثل كل عادة. ونعم يا عمي، ونعم الرجل والله، ونعم العم، ونعم السند يا عمي، ونعم والله انك ما تقصر، ونعم والله يا عمي. بس 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 سعيد بس انا هذه النشيدة حافظنها حافظنها صم. زين قول يا ولدي كم باقي يعني كم؟ عمي أنا الله يسلمك والله يخليك لي إن شاء الله، أنا يعني برجع هذه السلفة مع السلفة القديمة لا أراد الله، لأني بصراحة يا عمي باقي أشتري شيء حق المستقبل للأولاد يعني. هي 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 أحبابي هي. إذا ولدي قلت لك كم باقي يعني تعرف عمك سلوم مساكين على الله وعلى هذه الدلالة يعني بس. عمي أنا بصراحة باقي بس 4 يعني. إذا كانت 4 ريالات ما علي؟ لا عمي شوية شوية أكثر يعني شوية. كم يعني 4 ريال؟ لا بعدك ما وصلت عمي ما وصلت. سعيد؟ نعم. لا تقول باقي 4000؟ بسك عمي، إيه وصلت بسك. وش عيد؟ عمي تعال الله يهديك. وش عيد؟ تعال 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 اسمع عمي يا عمي الله يهديك، علامك أنت الموضوع بيني وبينك الله يهديك، علامك أنت كذي. تولى أبغى شيلك أنت. خير. هذا 4000 انت مو تصيح على الاولاد وتبي باقي شي طياره بس. خلاص عمي خلاص 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 مرت بس خلاص. تفضل تفضل اخ. انت تفضل تفضل. والله ما تقدم. نعم والله تفضل. لا ابدا. نعم ما يستوي. والله تفضل. لا ابدا ما يمكن. راح لفت زين كذا جالس تعازم اخرتنا على الموعد. اسف يا استاذ اسف ما كان قصدي. أقول الأخ أنت تعرفه مدير الشركة تعرفه؟ يعني كذاك على الخفيف صديقي من أيام الروضة. كذاك زين عقب مشكلة انحلت. كيف يعني أنت عندك مشكلة؟
انت اللي تحل مشكلتي. بما انك يعني مدير الشركه صديقك بتسوي لي واسطه معه عشان خاطر يعني اكل عمر تسوي لي واسطه معه. اعتبر موضوعك منتهي. منتهي؟ احسنت احسنت ما قصرت. هتساعدني معه؟ هتساعدني؟ انا لك بنساعدك ان شاء الله. صديقك هو؟ من زمان. تفضل 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 تفضل. سعيدة يابا مو سويت في ابوش بانتي؟ علمني بها خير ان شاء الله. بعدش تساليني بعدش؟ بعدش تساليني؟ بغت قتليني بغت قسي بنتي؟ بغت قبيلي استكتات؟ سلامات عمي وليش عاد هذا كله؟ ما تشوفها يا سعيدة ولدي ما تشوفها؟ هذه انسانة مبذرة والحومة مبذرة ما زينة. شوف انت عاد جايبة تفاح وجايبة عنب وجايبة موز وجايبة طب حال شخص واحد؟ الله يخيب ليش؟ شيله شيله كله ذا وخلي الطب بس. بس ما عيب فضيلة. لا ما 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 تشري ما تشري خذوا قدام شوفش. زين ابوي سعيد ردي وتعالي بسرعة يلا ردي. وما قال انت يا ابوي بسرعة وما قال. ابن عمي ما قصدي شيء اقصد يعني ديما راح تشيل الرطب على الكل. ما ماشي داعي شيلي باكي. بعيد عن فؤادك حبة خلص. شيلي باكي ابوي قولي شيلي 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 كي هذا ما غريب؟ غريب بعد انت سعيد؟ ما ود اخوي انت؟ لا عمي ما غريب. ابو شامس لقيناهم. توعد ابغاك تشوف الصور. شوف متشابهه؟ الصوره مطابقه بصورته؟ هو ذا مثل عيونه مغمضه نفس الشيء. هو عيونه مغمضه؟ اي الحمد لله رب العالمين. اقول لك شامس ابغاك تو تتفاهم معهم وتقول لهم لو سمحتوا تعالوا اجلسوا بالسياره نشوفكم الشركه. خلا عش 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 عش. اي زين زين بس يا رامس انت اليوم ما متريق زين. اليوم ما تريق زين ما راح اتكلم زين. بعدين بصراحه انا من زمان ما تكلمت ياباني ناسي. كيف ناسي وكيف ما متريق؟ هناك بشكل بس جاحط انا وانا واتكلم لغتهم. تكلم معاهم ولا تسوي لي مشكله عند المدير. تكلم معاهم اشوفك. زين زين لحظه بتذكر سوي شويه. مشكله يسوي لي مشكله. بتذكر زين اصبر. خلا عش. كمان كمان ودراو ودراو. تراو يو ديش وات مي مسقط يو يابان طوكيو يس وي وانت تو مسقط يو تاكسي مي مسقط هي يو يابان هي طوكيو مي شامس هي جي رامس هي ابوي تعال معي قبل اخر في السن تعال معي يلا يلا شامس تتكلم لغتهم ولا ظلمتك انت 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 انطلقت بالكلام انطلقت معلوم معلوم اقول شمس طيب اركبوا السياره لان هناك مدير حراسه جالس خلال عش عش كمان ادرى كمان 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 اوريو اوريو يوت 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 يلا كمان كمان بيتو بيتو روحي يا شر روح روحي بعيد هذا فريد ولدي والعهد عهدي. اوهو يا امي انت ايش جالسه تسوي؟ ايش هذه الخرافات؟ سامحوه ارجوكم سامحوه هذا جاهل صغير ما يفهم شيء سامحوه. انا احس اني اختنق الهواء صار ملوث احس باختناق. محروز ان شاء الله يا ولدي بعد الشر عنك يا ولدي بعيد بعيد يا ولدي يا فريد. انا حاسس بشرنقه احس اني ابتعد. حاسب ايه؟ سعيد نعم حافظ عليه تكسي على الله فيه تعال على الله فيه حافظ عليه عمي محافظ عليه بقدر المستطاع نسيت كيف ابغاك ولدي مبروك عليك تكسي سعيد مبروك عليك علينا وعليك جميعا ان شاء الله. سعيد ها وقف شي مكان في كيمة رجالة مستعجة لي أشير عليك. أنا أشوفه يا عمي أشوفه إن لا يستأمر علي يا عمي أشوفه. ما أمر هذه كلمة أمر أنا بس أبغي تنبهك. نعم الأخ نعم أبي أروح المستشفى لكن الأول بنمر البيت لأن عندي حالة وضع. تفضل أخوي تفضل تفضل. بس 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 سعيد نعم لو مالك لك أنت قنيت وهمو كيف 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 تقول تفضل الأول اتفق معاه على الأجر خلاص تقول تفضل. يا
يا عمي الله يهدي. شوف المسكين كيف حالته، خايف على اهله، قمنا احنا ناخر به، بعدين بيدفع بعدين. انزين عقب في هذه الحاله اتفق معاه انه ياخذ انجيج، لان هذا الانسان مستعجل وهذه فرصه ما تتعوض يا سعيد. مالك الله يهديك. ما يستوي يا عمي، الانسان في حاله مستعجله مسكين، احنا نقوم بعد ناخر به ونزيد عليه. لا يا عمي ما يستوي، الاخلاق تمنعنا نسوي كذاك. لا انجيج ولا هم يحزنون. تو مالك سعيد انت الله يهديك، انت مالك ذاك تو، انت كنت ما اول واحد ياخذ انجيج، الناس كلها تاخذ انجيج. غلطانين الناس، غلطانين مو سوي كمام. احنا في هالحالات الاخلاق الانسانيه فوق كل شيء. تفضل تفضل اخوي، خلنا نشوف شغله عمي، خلنا نشوف شغله. تفضل اخوي تفضل. ان شاء الله. نعم تني، نعم تني تني. السوالف يا اخوي، يا اخوي الواحد ما يضمن اذا ما سولف اليوم يمكن بكره ما يسولف ويصير مثل اللي بعد العصر ما ينباع. قصدك الليمون. فعلا الليمون بعد ما حد يعصره ما حد يشتريه، صح؟ صح كلامك يا اخوي، صح. انا صرت مثل الليمون بعد ما انعصر، اقصد بعد ما انكسر، بعد ما يوم بعد ما انزل بيكون ما مني فايده. يلا يلا فتحوا الجامعة يا جماعة، فتحوا الجامعة، فتحوا الجامعة. ما يحتاج، ما يحتاج فتحوا الجامعة. برد حتى برد، والله برد، أنا بردان مرتاح. عمي كأنك تعبان. والله يا ولدي يا شعيب اكذب عليك، نعم اكذب عليك، لا قد لك ما تعبان، تعبان ومتكسر. حتى انا تعبان شوي وابغى انام صراحه. لك شيمه، كان في شيمه، شيمه لا تنام بالسياره، نام يوم توصل البيت مو باغي تقتلنا. وانت خايف على عمرك عمي؟ عليك انت وانا ذاك الناس. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما له انسان كذاك الا فعلي لك ذاك يقتلنا. اقول شيء وقفوا يتفاهم مع هذا الانسان هذا. كذاك رفع عليه بدون اشاره، هذا مستعجل، هذا باين عليه. ايه مستعجل، وعقلته كانت تقتلنا، كانت تقزعنا. كذاك الناس تسوي هاي الناس يا عمي ما ينتبهوا. الراديو ينبه والشرطه تنبه والصحف والارشادات وكل الناس تنبه، ولا يسمعوا ولا يعتبروا. والتلفزيون يا شهيد، التلفزيون كل يوم ينبههم ويقولهم يا ناس انتبهوا للطريق، يا ناس انتبهوا للطريق، يا ناس لبسوا حزام الامان، يا ناس لبسوا حزام الامان. وهذه الناس ولكن هتفهم، نعم هيتجزوا بك، هيقتلوني، نعم نعم البلية هذه. الحمد لله يا عمي اللي جات على كذا بعد. عمي اشوفك تنتفض، ايش فيك خير؟ سعيد تو انا بالله عليك موازن لاقي بيها اهلك نفسي. واحدة من رايي يعني خلينا نسيب بيتنا نقضي بس عند اليوم بس. لا عمي تو الناس الله يهديك، ايش مستعجل بعد؟ انا نشتغل اشتغل. يا ولدي يا سيدي انت تعبان، ما اقدر اغفي وانا نوبه هلكان وقعان، واحدة ما اغاش اسيب بيتنا، واحدة ما اغاش اسيب بيتنا، ما ابغى اشتغل. انا حد نوبه تجي قزامنا غيره والله. يعني نروح البيت رايك نروح؟ اي شيء ما في، يلا يلا توكلنا على الله. يلا اللي فيه نفضه. يلا علشان عبري عبري يا ذيك الله بتقتل خلق الله. شوف انت عاد، شوف الناس ما تعتبر، ناس ما تعتبر. الله الله، لكن ما خبرتني مين هذا البيت، حالك ولا بالأجار؟ هذا الله يسلمك معطينا يا الشركة وساكنين فيها وخليفة طبعا. وهذا اللي فيه كله مال الشركة؟ اي نعم. وهاي الطفاية بعد مال الشركة؟ اي نعم. تلفزيون بعد مال الشركة؟
اي نعم يا شمس، والتلفزيون بعد مال الشركة. وهذا الطبل مال الشركة؟ Sit, ma'am.